التحدي التحدي قومي دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه تحدي تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ولقاء يتجدد معكم يوميا في التحدي كما تعودنا فيه. مشاهدينا الكرام، نناقش ونحلل ونقترب أكثر من أهم وأجرى القضايا المطروحة على الساحة المصرية والعربية. النهاردة الحقيقة بنكمل موضوع أعتقد من الأهمية بمكان أن نطرحه على حضراتكم، وهو موضوع البطالة. ما زال هذا الموضوع في حالة لأطروحات خارج الصندوق كما دائما ما نقول، وهل الحكومة وحدها تستطيع أن تحل هذه المشكلة أم أن القطاع الخاص عليه دور كبير في حل هذه الأزمة، مشكلة البطالة التي كانت وما زالت نعاني منها في مصرنا الحبيبة، ونتمنى أن تحل بكل السبل العلمية والاقتصادية. الحقيقة مصر بها من الخبراء الاقتصاديون الذين يمتلكون من الأدوات بمكان ويستطيعون بالفعل أن يحلوا هذه الأزمة، وعندنا من الطيور المهاجرة، وحضركم طبعا اتكلمت عن ده في حلقات ماضية، التي العقول المفكرة التي هاجرت من مصر منذ سنوات الحقيقة، لأن المناخ كما يقولون، وتحدثت مع بعضهم ولا أنسى هذه الحلقة التي جمعتني بأربعة من خبراء الاقتصاد في أحد الحلقات، قالوا يعني أن المناخ الاقتصادي كان وما زال لا يسمح، ولكن الهيئات المجتمع المدني أيضا عليها دور كبير في حل هذه الأزمة. الحقيقة يمكن التقارير بتتكلم عن 12.8% ارتفاع معدل البطالة في مصر، وده مش أرقام بجيبها من أخبار أو في صحف، لأ ده تقرير عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وده الرقم اللي بنبدأ بيه. هل هذا الرقم ممكن أن يحل؟ ما هي الأطروحات التي يمكن أن تجدها الحكومة والقطاع الخاص في الآونة القادمة؟ دور الشباب، هل الشباب بالفعل عاطل ولا متعطل؟ هل يجد وظائف ولكن للأسف شهادته بتمنعه ان هو يعمل في بعض الأعمال؟ وعندنا نماذج محترم او نموذج محترم الشباب السوري الحقيقة، وده هنتكلم فيه، وأسئلة أخرى كثيرة سنطرحها على ضيفينا الكريمين معنا ومعكم على الهواء مباشرة. دكتور محمد مهران الخبير في الاقتصاد السياسي والاجتماعي، أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا فندم، منورنا. أهلا حضرتك. ومعنا أيضا من ناحية الشباب، يمثل ناحية الشباب، الأستاذ إسلام ناصر، وهو حاصل على بكالوريوس سياسة واقتصاد أو اقتصاد والعلوم السياسية، أهلا وسهلا. أهلا حضرتك، منورنا. أهلا حضرتك. هبدأ بالأستاذ إسلام، الحقيقة يعني أنت تمثل قطاع كبير وشريحة كبيرة من الشباب، هل تعتقد أن الشباب بصراحة بيتحجج إن مفيش وظائف، ولا دي الشماعة اللي دايما بنعلق عليها كل مشاكلنا؟ بص حضرتك، هو أرض الواقع اللي بتقول أرض الواقع، يعني حضرتك اللي لسه هي الأرقام وهي المعدلات، مش إحنا اللي قايلينها، ده حضرتك لسه جايبها من على النت، جايبها من على نسبة الإحصاء تقريبا، ده الجهاز المركزي، الجهاز المركزي اللي منزلها. أنا برضو كنت لسه من شوية ببحث برضو وجلست جايب أرقام، المعدل بيزيد في تضخم. إحنا لو رجعنا بالسنوات لورا شوية، لو جينا من أول 2006 هتلاقي النسبة في 2006 كانت 10% و10% تقريبا، تمام. وبالزياده وصلت ل 2012 ل 12% يومنا هذا، بنقول ان هي 12.8 كمان. يعني احنا من المعدل في التضخم، يعني مش بعيد ممكن نلاقي كمان خمس سنين المعدل اللي وصل ل 20%. طب لحد امتى؟ طب والنهايه؟ طيب السؤال اللي بطرحه لحضرتك استاذ اسلام، وانت حاصل على يعني بكالوريوس سياسه واقتصاد، يعني اتخرجت سنه كام؟ لا لسه ما اتخرج حاليا. لسه متخرج؟ تمام. 2015 بحثت عن وظيفه ولا لا؟ طبعا وقدمت. جميل. بس ما فيش، يعني هو الاجابه ما فيش، بس في بركه امل ان في ممكن. لا يعني ما فيش، لان هم لو في بركه امل كنا قلنا هم فيش، هو ما فيش فعلا، لان هو لو في كنا اشتغلنا مصانع بتقفل، ما كنا شفنا عمال موظف كده بيتسرحوا، هو ما فيش بركه امل، هو فعلا ما فيش. كلمه كبيره دي يا استاذ اسلام، يعني ايوه اصل الاقتصاد بتاعنا بينهار فعلا، يعني شهاده محترمه ومتهيألي في اماكن كثيره، ولكن هل يعني انت اكتفيت فقط بالشهاده البكالوريوس ولا خدت شهادات اخرى مؤهله ممكن تؤهلك للعمل في قطاعات شتى؟ بصراحه لو كنت عايز اكتفي كنت ممكن اقعد من بالشهاده بتاع الثانوي، لو كنت عايز اكتفي ما كنتش خليت والدي تعب معايا وصرف وكلف وعمل وجامعه وروح ومصاريف
وكورسات وي وي ما كنتش عملت ده كله لو انا كنت عايز اكتفي يعني. طيب ده هيوديني دكتور محمد بهران السؤال اللي بساله الاستاذ اسلام وهو هل الشهادة وحدها تكفي اليوم دكتور محمد وأنت خبير في الاقتصاد السياسي أن تؤهل هذا الشاب أن يعمل ويعني تتلهفه وتتلقفه قطاعات في الدولة سواء قطاع خاص أو قطاع حكومي أم أنه لابد أن يؤهل نفسه في أثناء دراسته العلمية والمعملية أيضا في الكلية بشهادات أخرى؟ تفضل دكتور. طبعا حضرتك يعني تقصد من الكلام دوت هل في مجال التدريب بالنسبه للشباب ان احنا عندنا في مصر فعلا في قصور في الناحيه التدريبيه فبالتالي الشاب بيتخرج هو طبعا عنده امل ان هو بمجرد ما يتخرج يجد فرصه عمل مباشره وده حلم اي شاب يعني ده حلم اي شاب فعلا ده حقه بس هي المشكله هنا ان هو الـ 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 العمل على المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي يعني تطور ودخل فيه أمور تانية غير موضوع التعليم يعني التعليم ده كان مثلا من حوالي 50-60 سنة كان يعني يكفي الشاب أنه هو حتى مش شرط شهادة جامعية يعني ممكن مثلا مؤهل متوسط أنه هو يعمل به مباشرة. تمام. النهاردة احنا بنتكلم عن جو تاني خالص يعني الدنيا تطورت جدا ودخل عنصر التدريب في جميع المجالات تقريبا. بمعنى ايه التدريب يعني ماذا تقصد بالتدريب يعني هل النهارده الشباب مش يعني مؤهلين تدريبيا او عمليا؟ بس انا قبل ما اتكلم في النقطه دي عايز اعرج على جزئيه حضرتك كنت قلت بدات كلامك فقلت ارتفع معدل البطاله واحنا عندنا تصحيح بس لازم ان هو في تراجع في معدل البطالة لأنه كان بعد أحداث 2011 الثورة كان بدأت فعلا في أزمة أو ظاهرة. طب هو ده رقم اللي قدامي بالمناسبة ده كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ارتفاع معدل البطالة ل 12.8 من 10 ده اللي احنا وصلنا له النهارده خلال الربع الثالث تحديدا لعام 2015 بالمناسبه يعني ده بينما كان 12.7 من 10 خلال الربع السابق تمام وكان 13.1 من 10% في الربع الاول من عام 2014 ده يا جماعه كلام موثق تبع الجهاز المركزي للتعبئه العامه اذا يعني حضرتك لما رجعت لورا النسبه زادت ما قلتش فاحنا النهارده يعتبر في تراجع في معدل البطاله يعني في تحسن تمام هو طبعا مش هيكون يعني بدل ما كان 13 بقى 12.8 من 10 بالظبط كده وفي توقعات ان هو يعني يا اما يثبت على 12.8 من 10 يا اما يقل عن ذلك. طب هو احنا ليه مش شايفين ده على ارض الواقع؟ ليه مش شايفين ده على ارض الواقع؟ يعني احنا بنتكلم مثلا حضرتك ما هو احنا عايزينش في الواقع استاذ اسلام انت يعني خريج السنه دي احنا ما عندناش مشكله بس الواقع انت خريج السنه دي وتتكلم يعني بتقول الاستاذ اسلام ما يهموش ارقام يعني عاوز يقول ما يهمنيش ارقام يهمني الواقع. اصل بص حضرتك انا لو هتكلم لوحدي او بذاتي انا ممكن ما اجاوبش جيت فاهم انا بس انا بتكلم برضو على فئه كبيره قوي انا ليا زمايلي برضو انا باشمهندس على سبيل المثال باشمهندس زميل ليا محترم لي باشمهندس ميكاترونيك من كتر ما هو مش لاقي وظايف اشتغل امني في الغردقه ولحد وقتنا هذا وراجل برضه خريج حديث وامن في غداء تخيل بمرتب 800 جنيه وهو مهندس وباشمهندس ميكاترونيك واخد البكالوريوس بتاعه ما شاء الله باشمهندس ميكاترونيك يعني حاجه ما شاء الله يعني ربنا يزيده حاجه ممتازه جدا تمام امن في الغردقه هل هو لو كان لقى وظيفه تليق بيه او كان اهان نفسه بالطريقه ديت؟ ما اظنش يعني. انت قلت بمرتب كام؟ 800 جنيه 800 جنيه امن في الغردقه في الغردقه 12 ساعه شغل باشمهندس ميكاترونيك بكالوريوس هندسه بيشتغل هل هو لو كان لقى وقدم على يدي بقدم وقدم وبروح بنروح مع بعض المصانع ويقدم في الشركات عشان الراجل عايز يشتغل باش مهندس ما شاء الله يعني عليه. ما انا اعرف ان الفئه دي تحديدا يعني بتطلب كتير جدا في قطاعات شركات كتيره جدا. طب بص يعني. برضه في نقطه مهمه تاني يمكن هو عشان مثلا هو الراجل ده كان خريج جامعه خاصه. جميل جدا هل دي مشكلته برضه؟ هل دي مشكله ان هو خريج جامعه خاصه ما يشتغلش خلاص؟ هل هي دي مثلا جريمه ان هو خريج جامعه خاصه؟ لا هو اكيد ما بحثش لا هو بحث. هو بحث ودقق وراح وجه بعلاج دي يعني وراح بس أنا ومازال لم يعمل ومازال هو حاليا وصفته هي كده كريم مثلا بقاله كام سنه؟ هو سنتين تخرج السنه اللي طيب يعني ممكن يقدم في اماكن ثانيه ويلاقي ان شاء الله باذن الله. جميل جدا هم ده بالمناسبه يا جماعه هياخدنا لموضوع مهم جدا سؤال بطرحه لحضراتكم وهو الفرق بين البطاله الحقيقيه والبطاله المقنعه. دكتور محمد ويا ريت تعرج على ده يعني عاوزين نتكلم ونفرق. احنا دايما كنا بنقول الفتره اللي فاتت وفي النظام مبارك ان لا يا جماعه ده الدول كلها فيها بطاله كلمه كانت دايما تقال الحقيقه دكتور محمد لكن كان يطلع خبراء اقتصاديين ولا انسى حديث مع الدكتور مثلا مصطفى السعيد وكان وزير الاقتصاد
الأسبق، وكنا بنتكلم في ده، قال لا ده في هناك شاب مثلا في أمريكا حاصل على بكالوريوس هندسة ما ينفعش إلا أن يعمل إلا في مجاله، تمام؟ فهو دي البطالة تحديدا الحقيقية، أما البطالة المقنعة أن الشاب يبقى حاصل على بكالوريوس هندسة ويشتغل ضابط أمن، مش كده ولا إيه؟ مظبوط مظبوط. ولا إيه دكتور محمد؟ تعليق حضرتك على هذا الموضوع. هو بداية طبعا البطالة هي ظاهرة اقتصادية قديمة حديثة، تمام؟ كانت بدايتها مع ازدهار الصناعة، لأن طبعا ما كانش ليها معنى في المجتمعات الريفية، تمام كده؟ لماذا؟ لأن العمل في الزراعة وما شابه ذلك؟ لأن الفلاح كان هو علاقته بالأرض، فبالتالي ما كانش فيه بالنسبة اللي هو علاقته بالأرض، وبالتالي ما فيش بطالة. يا اما يعني حضرتك معاك طيب ما بقاش العهد ده يا دكتور محمد، يعني النهارده انا بقول لحضرتك يعني هو بدا ما بقاش يعمل مع والده في الارض، يعني بيخرج ينطلق يسافر القاهره ويعمل سواء ريف الصعيد او ريف بحر، يعني مش كده ولا ايه؟ ده برضو ممكن يعني لما نشوف منظمه العمل الدوليه تعريف العاطل ان هو كل قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الاجر السائد. ده التعريف اللي خرجت به منظمة العمل الدولية عشان تقول لنا من هو العاطل، تمام؟ فطبعا يعني بالنسبة للشباب زي ما الأستاذ إسلام قال، في بعض الشباب بيبحث ولما بيلاقيش بيحاول ان هو يعني ما يقفش عند كده ويترك العمل، يعني يبقى عاطل مثلا، لا بيحاول يجتهد في ان هو يشوف اي عمل غير مناسب حاليا عمل بديل بديل وبعد كده هوت. وهي دي البطاله المقنعه اللي بتكلم فيها دكتور؟ لا لا، ده نوع تاني من انواع البطاله. البطاله المقنعه اللي هي زي مثلا الجهاز ما هي البطاله المقنعه فيها يعني نوعين، انا عاوز بس احدد كده حضرتك صح لي الكلام. الحقيقيه يا جماعه البطاله الحقيقيه اللي هو فعلا مش لاقي عمل حقيقة، يعني زي مثلا الاستاذ اسلام خرج سياسة اقتصاد مش لاقي عمل بالفعل. لكن البطالة المقنعة ان احنا عندنا النهاردة زراعة قسم حشرات مثلا موجود بيعمل في اذاعة التلفزيون، دي بطالة مقنعة. بطالة مقنعة ان انا عندي النهاردة 10 قاعدين في مكتب والمكتب كله مش محتاج غير يؤدي غير واحد بس، هو ده اللي اقصده. كلامي صح ولا مظبوط؟ مش كده من الناحية الاقتصادية، انا لست خبيرا اقتصاديا وصحح لي اذا كنت مخطئا في ذلك. لا مظبوط حضرتك، يعني هو ممكن يؤدي عمل ثانوي مع عمل ان هو لا يعني لا يكفيه أجره الذي لا يكفيه الأجر الذي يأخذه أو يتقاضاه من العمل الأول، فيبحث عن عمل ثانوي. وفي نفس الوقت التعريف الآخر اللي حضرتك قلته اللي هو أن أكثر من شخص بيقوم بأداء عمل يكفي أن يقوم به 10 في مكتب، والمكتب ده ممكن جهاز كمبيوتر موظف قاعد عليه. وده اللي حصل النهاردة في الجهاز الإداري للدولة، إن نسبة العمالة كبيرة جدا، ولذلك الدولة لا تستطيع أن تفي باحتياجاتهم. فبالتالي بالظبط كده، فبالتالي مش مشكلة الدولة، هي مشكلة إن هو مشكلة الدولة إلى أكثر من 30 سنة أو أكثر، تمام؟ مشكلة تنظيمية. يعني وبالمناسبة هنا لا أنسى كلام الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية دكتور محمد عندما قال تحديدا كان يريد هيكلة جهاز الدولة. تمام. وبالتأكيد طبعا زي حضرتك بتقول، بس يعني بدأت المشكلة في إن الدولة لما بدأت بالبلدي تشيل هم المواطن، في فترة من الفترات قالت أنا هشغل كل الشباب، وده اللي حصل بقى، إن هو أخذ كل الشباب فحطهم في أماكن زي ما قلنا اللي هي البطالة المقنعة. فبيجي بعد فتره لا وجد نفسه ان ده حمل وعبء عليه. تمام. هو ما بينتجش، ما بيديش مقابل المادي اللي هو بيديه للشباب. جميل. تمام. فبالتالي ايه اللي حصل؟ عجز عن ان هو مستقبلا ان هو ياخد شباب. ويبقى السؤال مشاهدينا الكرام مع ضيفينا الكريمين، والسؤال اللي حضراتكم بطرحه ومحتاج رد فيه سواء برسائل اس ام اس او باتصال هاتفي، وهو هل الدوله وحدها هي المنوطه وهي المخول لها فقط بحل هذه الأزمة البطالة، أم أن هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص له دور كبير؟ في انتظار اتصال حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. تحدي ايه؟
التحدي التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع. قول لنا مع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه تحدي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. والسؤال اللي كنت سالته حضراتكم قبل الفاصل الحقيقه وكان اتمنى مشاركه حضراتكم في هذه القضيه التي تهمنا جميعا هي قضيه وطن يعني ولا احب ان ازيد فيها. يمكن انا سالت سؤال قبل الفاصل وقلت لحضراتكم هل الدوله لوحدها هتعمل كل حاجه؟ هل الحكومه لوحدها تستطيع ان تحل هذه المشكله؟ يمكن انا ما انساش تقرير الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط كان بيتكلم في موضوع ان على دور القطاع الخاص دور مهم جدا في محاوله حل هذه الازمه. ويمكن انا برجع بحضراتكم مع الدكتور محمد مهران الخبير في الاقتصاد والسياسي ونور الدكتور محمد والاستاذ اسلام ناصر بكالوريوس في السياسه والاقتصاد. لكن انا السؤال بوجهه للاستاذ اسلام هو الحقيقه وهو هل الشاب النهارده اذا كان حاصل على مؤهل عالي زي حضرتك ممكن تشتغل في اي حاجه ولا بترفض ده؟ بص حضرتك هو انا بحب مجالي قوي وانا دخلته عشان اشتغل فيه. تمام. ما اجيش بعد كله حد يقول لي اشتغل بره. ما هو ما ينفعش. بره فين؟ بره مصر ولا جوه مصر؟ لا جوه مصر. بره مجالك يعني؟ بره مجالي. تمام. هو مش هنعرف نخرج منها يعني بالبلد يعني بصراحه يعني هجره. طب هزله برضو وبنخرج بره برضو في اهانه مع احترام اي حد بيخرج بس برضو اهانه. فانا خلاص خليني جوه بلدي بس اشتغلها يعني اشتغل اي حاجه في مجالي في وظيفتي. ما انا دخلت المجال ده واخترته عشان انا بحبه فاتخرج اشتغل فيه لان الشغل التاني كله على بعضه ايه يعني ما برضو موظف الاحترام الملاليم يعني بالمرتبات كمان يعني المرتبات في الضياع. ما بشوفش مرتبات حلوه غير تقريبا في الجيش في الشرطه في القضاء بس غير كده مفيش مرتبات اصلا يعني. طيب يمكن الموضوع يا دكتور محمد ان شهاده الاستاذ اسلام وهي يعني شهاده متخصصه جدا يا اما يعمل مثلا في الخارجيه المصريه او يعمل في قنصليه او قنصليه او سفارات ودي يعني ليميتد جدا محدوده جدا مش كده ولا ايه؟ لا مظبوط بس لا مجال واسع يعني عندك كام سفاره في مصر؟ وزاره الخارجيه ما شاء الله القنصليات في كام قنصليه في مصر؟ تقدمت بالفعل استاذ اسلام؟ ايوه طبعا في ورق قدمته مفيش اجابه. ما هو الله اعلم كمان ممكن يكون ورقي اصلا ما راحش لحد ممكن هاته وراح والله اعلم يعني بس ده اللي شفناه ان هو من ساعه ما فيش واحد ما جالوش مكالمه واحده تقريبا يعني ما ذكرش مكالمه جات لي قال لي تعالى مثلا اعمل انترفيو او تعالى هي المقابله في الاول والسي في اتاخد وخلص الموضوع. طيب سؤالي لو عرض عليك العمل مثلا في اي شركه قطاع خاص اي ما تكون هذه الشركه ممكن تقبل ولا لا؟ هو مش ولا هتصمم على مجال هو مش هيبني لان مؤهلي اصلا مش هيديله حاجه. هو دلوقتي الراجل عايز مثلا عايز خريج تجاره ليه؟ محاسبات. عايز خريج فني عشان يشتغل على مكنه. هل انا مؤهلي يديني ده؟ هو اصلا مش هيقدمني او مش هيديني. انا مؤهلي ما يأهلنيش لكده. تمام. ومش لوحدي على فكره دي مشكله عامه على فكره دي انا مش لوحدي كده. طب انت طبعا يعني درست ده في الاقتصاد في الكليه يعني دارس اقتصاد. تمام. بكالوريوس سياسه واقتصاد. تمام. طب اقتصاد يعني بص خلينا اسالك يعني بصراحه اتفضل. يعني ماذا كنت فاعلا لو كنت مسؤول؟ يعني مش عاوزين نرمي بالتبعيات كل حاجه على الدوله. الدوله تعمل الدوله ما شغلتناش احنا في عطاله احنا في بطاله احنا في ما فيش حاله عمل وما شابه ذلك. كنت هتعمل ايه لو كنت مسؤول؟ مشاريع. هي المشاريع الحل. مشاريع زيادة مشاريع جديده يعني مشروع كل ما يبدا في مشروع جديد في عامل جديد. انا بسال السؤال ده لسبب لان عاوز اعرف كلياتنا هل بالفعل بيتخرج طالب اكاديمي دراسة عملية قادر انه يتحدى الصعاب ويضع الحلول ولا هي دراسة نظرية اجيب فيها جيد جدا وامتياز وخلاص؟ انا بسأل ده سؤالي ليك. هل انت قادر بالفعل النهاردة ان تضع حلول ولا لا؟ لا بصراحة. ليه؟ لا لا بصراحة رد فعلا يعني بمنتهى الشفافية لا بصراحة. لا ما اقدرش اضع حلول. رغم شهادتك؟ رغم شهادتي. سياسة اقتصاد؟ طبعا. لا تستطيع ان تضع حلول. دي حقيقة على فكرة والله دي حقيقة. المشكلة في الدراسة النظرية البحتة. هو مفيش عملي اصلا. هو المفروض لو في عملي كنت اثناء ان الفتره اللي انا كنت فيها بدرس كان انزل عملي انزل وزاره الخارجيه انزل اي قنصليه شوف الدنيا ماشيه ازاي عملي قدام عينيك. ده ما كانش فيه هو ده ما كانش موجود اصلا. خطا كبير جدا جدا يعني انا كان في مدارس في مصر اللي هي تقريبا مبارك كل انا شايف ان المدارس دي انجح مدارس في مصر. ليه يا استاذ اسلام؟ عشان العملي مع النظري. اثناء الطالب اللي بيدرس عملي او منهجه العملي بيندس من المصانع نظري. تمام. انا شايف ان المدارس دي من انجح مدارس مصر ورغم ان هي مش معروفه قوي او كله في اقبال كبير على الثانوي العام بس انا شايف ان هي انجح من الثانوي العام. وبالتالي دي رساله من طالب حاصل على السياسه واقتصاد من الجامعات المصريه من اسلام ناصر للنظام او كل الانظمه الماضيه والحاليه والقادمه. ارجوك يا جماعه لابد من اعاده الفكر. يعني ما طالب النهارده في اي مجال في اي كليه يحصل على شهاده محترمه زي بكالوريوس سياسه واقتصاد وليس عنده باعتراف من الاستاذ اسلام تحديدا وبحييه على اجابته ديت ليس عنده من الحلول العمليه. يعني سالته لماذا لو كنت مسؤولا ماذا كنت فاعلا
قال لي لا مش هقدر احط حلول لان ما اتعودتش على الاسلوب العملي. شايف الحل هنا فين دكتور محمد مهران وانت خبير في الاقتصاد السياسي؟ هو بداية يا استاذ ابراهيم احنا الثقافة في المجتمع هي اللي ادت بنا لكده. ان دايما الطفل وهو صغير ابوه بيربوه على ان هو يعني انت ما عايز تطلع ايه عايز تطلع كذا. تمام. فبناء عليه وضعنا بعض القوالب يعني حطيناه في قالب. اه بالظبط كده يعني انا حطيته في عدة وظائف او عدة اشياء معينة هو ده اللي انا عايز ابقى فيه. خارج هذا الصندوق مهن رديئة او مهن لا اقبلها. تمام؟ لذلك في جزء كبير في العمالة موجود بس هو للأسف لأن هو أنا ما تربيتش من صغري على كده أنا مش قابل كده. ثقافة المجتمع. طيب ثقافة المجتمع. طيب ثقافة المجتمع دي من اللي شكلها يعني هل أنت لو أنت تحديدا ابن حضرتك خريج سياسة واقتصاد والنهارده وزارة القوى العاملة بتطلب حرفيين هل هو أولا هو مؤهل بغض النظر عن الثقافة؟ ما هو قال لك الأستاذ إسلام أنا مش مؤهل هو مش مؤهل لده. ما هو أنا النهارده بقول لحضرتك على إيه؟ بقول لحضرتك يعني بداية أنا محتاج لفريق كبير من الناس في الجانب الفني لأن هو الجانب اللي يعتبر النهاردة هو مطلوب عليك الدول المتقدمة. النهاردة لما بنتكلم عن التكنولوجي أو في دول أوروبا أو دول أمريكا أو غيرها من الدول المتقدمة فبنجد إن هم أهم حاجة بيهتموا بها العامل الفني بخلاف عندنا مثلا في دولة من دول العالم الثالث. تمام. احنا بنهتم دايما بالجزء النظري او بالعمل النظري ان انا اقعد على مكتب ورقه وقلم والبدله والجرافطه يعني بدله وجرافطه وخلاص. دي ثقافه فعلا كل معظم شبابنا النهارده. فبالتالي انا مش ما عنديش استعداد ان انزل تحت مثلا معده او ان انا اشتغل في المشكله مش مؤهلها كده مظبوط مش مؤهل كده يعني اصلا انا بتكلم على الثقافه عموما يعني ان هو الشخص ده مهان فبالتالي هو مهنه مهانه وانا ما اقبلهاش. هي مش مهانه هي لو مهنتي انا كنت هنزلها. لا انا بتكلم عن الثقافه. هي المهنه مش مهانه. انا لو وظيفتي انا هنزلها على فكره ما عنديش اي مشكله. انا ما عنديش اي مشكله ان انا اشتغل اي شغلانه بس لو وظيفتي لو ده مجالي هشتغلها بس ده مش مجالي. انا مش هعرف في حاجه ممكن انزل ابوظ مكنه يبقى انا كده بوظت كل حاجه يبقى انا ما كسبتش حاجه بالعكس انا خسرت. انا ما قدمتش جديد انا خسرت. انا هشتغل في مجالي انا مجالي كذا سياسه واقتصاد خلاص خليني في الجزء بتاعي ليه انا فاهمه لو على الاقل درسته مش هقول لك نزلت عملي فيه بس على الاقل درسته هعرف ممكن ادي فيه. تمام. انا بتكلم انا مش طالب اكتر من كده من الحكومه او مش طالب اكتر من الدوله. انا بتكلم عن مجموع الشباب المصري مش عن استاذ اسلام بالذات يعني. انا بتكلم عن الشباب عموما يعني خريجين كليات النظريه كلها تقريبا كله بيخرج بيواجه نفس المشكله. وده سؤال دكتور محمد الحقيقه انا يمكن وده سؤال الاستاذ مشاهين ايضا هل الازمه دلوقتي افتعلت بسبب الشهادات والمؤهلات العليا؟ يعني حضرتك النهارده انا شايف الدبلوم صنايع ما شاء الله بيشتغل بسرعه. دبلوم تجاره يعني بيشتغل بسرعه لان بيروح اي شركه ادويه بيروح شركه قطاع خاص يعني الدنيا بتمشي. لكن هل الازمه اصبحت ازمه مؤهلات دكتور محمد؟ لان الدبلومات اصلا لما اتعملت يعني هي ارتبطت بسوق العمل من بدايه ما انشئت. يعني هي لما عملها محمد علي كان الهدف منها ان هو بيعد مجموعه من الشباب للعمل مباشره فبالتالي كان بس ده ايام البعثات ايام ما كان في يعني بعثات محترمه وكانت الدنيا ماشيه. احنا مش عاوزين احنا طبعا مش معناها ان الدبلوم الفني خلت كل مشاكله ده في دبلومات فنيه النهارده بيعانوا بيشوفونا يعني من بدايته كان كده. تمام. اما بالنسبه للدراسه الجامعيه فهي كانت الهدف منها ان هو هيستمر بعد الدراسه الجامعيه. يعني المشكله في المدخلات انا مش عامل حساب المخرجات يعني انا مخرج النهارده كام الف شاب بيتخرج من الجامعات المصريه هل مطلوب لسوق العمل وده ياما نوقش كثيرا في كثير من المؤتمرات الاقتصاديه على مستوى اقتصادي على مستوى كبير ووضعت حلول قالوا يا جماعه لابد ان يكون المخرج بتاعي من الجامعات المصريه احنا محتاجينه بالفعل. طب شايف ده حله فين؟ هل بابا مثلا يعني فرحان ان ابنه دخل سياسه واقتصاد واكيد طبعا لو رجعنا باربع سنوات او خمس سنوات للوراء وسالنا الوالد الكريم اللي اتمنى يكون بيتابعنا دلوقتي والد زوسلان وكان فرحان ازاي ان ابنه دخل سياسه اقتصاد ودلوقتي بعد ما اتخرج هل هو فرحان نفس الفرحه اللي دخل بها سياسه اقتصاد ولا لا؟ ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك؟ حاجه سناء اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم واهلا بضيوفك الكرام. انا عايز اقول البطاله ثلاث بطلات
بطاله ذاتيه اللي هي هو ياس الانسان، دي بطاله ذاتيه ودي اعظمهم. تمام. وفي البطاله طبعا الحقيقيه اللي هي عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب، والمقنعه وضع الانسان المناسب في المكان غير المناسب. وبعدين ليس الدوله هي المسؤوله عن البطاله الحقيقيه او البطاله المقنعه، الجزء الكبير على طموح العاقل وعدم يأسه والعمل في اي مجال وان كان لم يناسبه مع الاستمرار في البحث الدؤوب عن العمل الذي يناسبه ويناسب مؤهلاته وطموحاته. وانا عندي شاب لسه متخرج من هندسه اسكندريه قسم عماره، بحث وراح سينا على طول، والله بيقف باكتر 12 ساعه لدرجه ان هو بيقلع الشوز بتاعه ويلبس شبشي شبشب، معلش مع ضيعه ثانيه. يعني انا عايز اقول الحل بسرعه. طب استاذ سناء ينفع اسال سؤال؟ الاستاذ اسلام زي ابن حضرتك حاجه سناء عاوز يسال حضرتك، هو خريج سياسه واقتصاد بالمناسبه، بيواجه سؤال لحضرتك. يعني هو سؤال واحد بس وهقول لحضرتك ليه اشتغل شغلانه مش بتاعتي، بس محتاج اجابه. نعم اتفضل يا استاذ اسلام، انا مستمع. ليه اشتغل شغلانه مش بتاعتي؟ ليه؟ لان انت اصلا وقتك من ذهب، اشتغل وابحث، اشتغل وابحث. انت ماشي اشتغل في اي حاجه بوابه وانا مش مجالي مش بتاعتي. لا حاجه برضو تكون في امكانياتك، مش معقول انت ما هو إمكاني يعني إمكاني ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه. لا معلش 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 ماشي ماشي، ما هو امكانياتي دلوقتي متوفر ايه؟ ايه المتوفر واحنا ما اشتغلناهوش؟ انت اللي تقول السؤال ده لحضرتك. ما انا مش شايف حضرتك، ما انا لو شايف كنت نزلت. يعني انت اول ما تتخرج اوتوماتيك عايز تشتغل وحاجه؟ لا هو الدوله قالت اللي يتخرج يقعد في بيته؟ ما قالتش كده برضه الدوله. هقول لك الحل بقى، ممكن اقول الحل؟ اتفضلي. الحل ان احنا عندنا مساحات شاسعه شاسعه تستحق التعمير، ودي عايزه نظره من الدوله وايجاد كل ما يلزم لحياه الانسان على قدر المستطاع، والشباب يروح ويعمر ورجال الاعمال يعملوا كل المنشات والمصالح اللي تناسب مؤهلات الشباب دي، ويلا تعالوا اشتغلوا. هو ده الحل، هو ده الحل من نظري انا المتواضع. وشكرا جزيلا. اشكرك حاجه سناء لاسلوبك المحترم والذي نستفيد منه كثيرا. والحقيقه انا بضم صوت لصوت حضرتك مع طبعا احترامي لكل الثقافات والايديولوجيات. استاذ اسلام الحاجه سناء بتقول لك لا ابحث وهابر، وكلمه قالها رئيس الجمهوريه لازم نهابر. يعني ايه؟ النهارده حضرتك خريج سياسه واقتصاد، هل تسمع نصيحتي؟ اتفضل. وطبعا دي بوجهها للدكتور محمد، وحضرتك شاركنا رايي اذا كنت مخطئا او محقا. اللي يمنع ان انت ممكن تاخد شهادات وتغير بها الكارير بتاعك المهني تماما؟ اذا كانت النهارده الدوله انا سياسه اقتصاد، هل درست اولا؟ هل استغليت كل صيف ان انت تاخد شهادات تطور بها من نفسك؟ طبعا أم كورسات كبيرة. بالشهاده بصراحه كورسات كبير. خدت كورسات. كورسات زي ايه يا استاذ اسلام؟ انجليزي واللغات طبعا، عشان دي مهمه جدا في حياتنا، اللي هي اي وظيفه تمام بيطلب فيها اللغه، وتنميه بشريه. تمام. ده كان طبيعي ان انا اعمل كده. جميل. يعني ما سيبتش نفسك في الكليه، وده طبعا انا اتمنى دي رساله لكل شاب بالمناسبه ما يسيبش نفسه في الاربع كل صيف في وان يستغل ده بدراسات. استاذه ايمان السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك وبحضرتك وبالضيوف بتاعه حضرتك. اهلا وسهلا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. الشاب اللي لما يتخرج بيبقى كله حماس وكله طموح ونفسه يدي في الوظيفة او في المكان اللي الحكومة تحطه فيه، اللي هو تخرج منه اللي هو تخصص فيه. من حق كل شاب ان هو يشتغل في مجاله، يعني خريج تجارة يشتغل في حاجة تخص التجارة، خريج بسم الله ما شاء الله الاستاذ اللي مع حضرتك استاذ اسلام يشتغل في السياسة والاقتصاد، ده راجل كله حماس. يعني الاستاذه اللي اتكلمت من شويه وبتقول يشتغل اي حاجه وينزل اي حاجه، يعني راجل خريج سياسه واقتصاد يروح يشتغل بتاع امن ولا يروح يشتغل عامل في شركه؟ ما هو ما ينفعش حضرتك. ده راجل كله حماس وراجل نفسه يدي في مجاله، من حقه وكلامه مظبوط جدا ان هو ينزل يشتغل في مكان ما يديش فيه، ينزل يشتغل مثلا على جهاز يبوظ جهاز، ما هو مش تخصصه. يعني انت يا استاذ ايمان مش مع ان الواحد ممكن يطور من ذاته؟ واحنا النهارده علم التنميه البشريه بقى متخصص ده، ان انا ممكن اطور من ذاتي واغير الكارير المهني بتاعي. يا استاذ الفاضل ده مجاله. ده مجاله، هو عايز يدي في مجاله. تمام. هو اتخرج يعني من حاجه كويسه جدا، حاجه يقدر يدي الدوله، حاجه يقدر يطلع فيها كل ما عنده. كلام مظبوط.
يعني اللي بيطور حضرتك دي المشاريع الخاصة اللي بيطوروا فيها الناس الخريجين الفنيين. انما راجل زي ده ليه حاجة تانية خالص. استاذ ايمان عندك ابناء ما اشتغلوش حتى هذه اللحظة ولا كلهم؟ والله عندي برضو خريج تجارة ويعني بس بيشتغلوا مع باباهم، يعني باباهم عنده عمل خاص فبيشتغلوا مع باباهم. المهم ان هم ما قعدوش يعني. لا ما قعدوش، بيشتغلوا مع باباهم حاجة مؤقتا بس ما يقدروش ينزلوا مثلا في اي مكان تاني. تمام. طيب شايفه استاذه ايمان ان ابن حضرتك ثقافه القطاع الحكومي هي بالنسبه له هي اهم شيء ان انا اشتغل في قطاع حكومه ولا ممكن يرضى باي قطاع خاص؟ لا ما هو لا هو هو من حق الدوله، من حق الدوله ان تحطه في مكانه، من حق الدوله ان هي تحطه في مكانه. اشكرك استاذ ايمان شكرا جزيلا لمداخلتك الحقيقه. وانا طبعا يعني الدكتور محمد رد حضرتك على الحاجه سناء اللي قالت طبعا تحديدا الحاجه سناء باسلوبها الدرامي المحترم ان في عندنا بطاله ذاتيه في الشخص ذاته وبطاله حقيقيه والبطاله المقنعه بالاسلوب المحترم اللي قالته. رد حضرتك على يعني تعليق الحاجه سناء بدايه. هو بدايه انا الحاجه سناء يعني فصلت تفصيل جميل جدا، ويعني هو البطاله طبعا ورد فيها ابحاث كثيره جدا وتصنيفات كثيره، ولكن احنا يعني موضوع الحلقه طبعا احنا بنتكلم عن الشباب المصري. تمام. فزي ما قلت برضو يعني كلامي من بدايه الحلقه ان هو البطاله دي موضوع قديم حديث. تمام. يعني وعشان نحله احنا لازم أن تتضافر يعني العديد من الجهات، مش مجرد جهه واحده او للقضاء عليه. تمام. بالاضافه ان الدوله تتشارك مع الـ مع الـ القطاع الخاص، القطاع الخاص وفي القضاء عليه يعني. جميل. فالنهارده النهارده انا لسه يعني شايف الفيديو اللي معانا ده دكتور محمد، وده سؤال بوجهه للساده المشاهدين. حضراتكم شايفين الشباب اللي قاعدين دي المقاهي المصريه المعروفه وطبعا الاعداد السمر، وجميل مفيش ما يمنع ان احنا تقريبا نسبه 50% من الشباب بس. مظبوط. طيب هنا هل المشكله في الشاب ذاته؟ ما هو في شاب تاني، ويمكن عندنا بالمناسبه بعد ما نشوف الفيديو بس ونتابعه ما فيش مانع ابدا دكتور محمد استاذ اسلام ان احنا نقعد على المقاهي نتسامر. ايوه بس في دور، فين انا ذاتي، فين من ده يعني، انا فين من كل ده؟ طبعا بعد تعليق على الفيديو ده بالمناسبه انا عاوز اقول كلمه. الشباب السوري اللي نزل مصر، ودي الحقيقه مقارنه انا يعني اجدها من الاهميه بمكان انا اقف عندها. هل الشباب السوري يا استاذ اسلام لما نزل مصر بكل شهاداته، انا التقيت بيهم بالمناسبه كتير جدا، شهادات مختلفه، جه في مصر اللي هي مش بلده، يعني الغريب اعمى زي ما بيقول مثلا بيقول، ولكن سبحان الله اشتغلوا واشتغلوا في محلات، فتحوا محلات معروفين هم بمحلاتهم المعروفه يعني الشاورما والسندوتشات والكافيهات الشيك بتاعتهم والمقابله الشيك بتاعتهم. فين شبابنا من ده؟ انا بستغرب لماذا نجح الشاب السوري في مصر ولم ينجح الشاب المصري اللي قاعد على المقاهي ده؟ تعليق يا استاذ اسلام. ايوه ما هو نازل بلد عشان يشتغل اي حاجه، هو اصلا جاي من بلده مغادر، يعني جاي موظف كلمه مطرود، هيشتغل اي حاجه، اي حاجه هيشتغلها، هو ما عنده مش ايه مشكلته. يعني انت عشان قاعد في رفاهيه وفي رغبه؟ لا مش رفاهيه، عشان قاعد في بلد. ما انتش حاسس ب حضرتك؟ انا بدات كلامي قلت لك ممكن قيمه العمل، قلت لك انا ايه اللي خرجني بره ونخرج بره تاني؟ ليه؟ انا هخرج بره اشتغل اي حاجه، يبقى انا خليني في بلدي واشتغل شغلتي بس لو موجوده. ما هو جاي بره، ما هو جاي مطرود، فجاي يعمل ايه؟ جاي هيستنى شغلانه عمره ما هيعملها. يعني هو لو جه مصر واستنى شغلانه يبقى مش هيشتغل. يعني لازم نستنى لا قدر الله ان يحصل. ده احنا في امن. ما انا قلت لك ممكن اخرج بره بلدي ويبقى يعني اتهان. ليه خرجنا خرجنا عشان اتهان بره؟ لا بس ما طب ليه بلدي مش موفره شغلانتي؟ ليه بلدي مش موفره شغلانتي؟ طيب استاذ حسن السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك، اتفضل. بحييك انت وضيوفك. اشكرك، اهلا وسهلا. هو حضرتك يا استاذ ابراهيم كنت طرحت سؤال كده بالنسبه للشاب، هل هو سبب من اسباب البطاله؟ هو حضرتك السؤال ده عامة ما ينفعش ان الشاب يكون سبب من اسباب البطالة، ولا ينفع اصلا، لان هو ولا ينفع اصلا ان يكون متسبب لحاجة زي كده، لانه الشاب ما بيختارش ان هو يكون عاطل. المشكلة في المجتمع، مشكلة في رجال الاعمال. يعني رجال الاعمال دلوقتي بالنسبه للشغل الخاص، لو هنروح لرجال الاعمال والشغل الخاص والمستثمرين، هنبص نلاقي ان هم بيمصوا دم الشباب، زي ما قلت ضخ استثمار، سخره المصانع دي سخره. طيب ايه البديل بالنسبه لك استاذ حمدي اذا ما كانش قطاع خاص؟ انت كشاب مش راضي بيه كمان، يا طب ايه البديل يا فندم؟ المفروض على الدوله انها
تخلي مميزات للقطاع الخاص اكتر من القطاع الحكومي. كلامك مظبوط في الحته دي، كلامك مظبوط. وياما ناديت من تأمينات لمعاشات ونادى بيها مش كفايه، في تأمينات يا فندم في القطاع الخاص وفي معاشات وكل حاجه، بس انا بقول لك صخره، قطاع صخره. انت لو حضرتك نزلت في المصانع او اي منطقه صناعيه هتبص لها قطاع صخره. تمام استاذ حسن، تمام. تمام تمام. فانا اعتقد ان الشاب عمره ما يكون سبب في كده وخالص. المشكله في الطمع وجشع بعض الناس. طب شايف النموذج السوري اللي احنا اللي انا اتكلمت عنه استاذ حسن تحديدا يا فندم، ده عمل ازمه اكبر يا فندم. لماذا نجح في مصر يعني؟ ليه الشاب السوري ده عمل ازمه اكبر؟ عمل ازمه انا ضد نزول السوريين لمصر، وضد وضد موضوع انهم دلوقتي الشاب السوري اصبح بينافس الشاب المصري في موضوع الشغل وبيزحمه كمان. طب لماذا لم يبدا ينافس بدايه، وليه ما سبقش الشاب المصري انه ينافس في البدايه يا فندم؟ هينافس على ايه؟ طيب ما هو كان المجال واسع قدامه ومتسع قدامه. هو اشتغل الشاب السوري اللي اشتغل في ايه؟ لماذا لم يعمل في هذا المجال الشاب المصري؟ عشان السوري نازل معاه. الشاب السوري بيشتغل، الشاب السوري ممكن يشتغل في كافيتيريا. طب ايه اللي يمنع الشاب المصري يشتغل في كافيتيريا؟ يعني ينفع واحد خريج مؤهل عالي ويشتغل في كافيتيريا؟ هو يعني احنا عندنا عقد، يعني عندنا عقد اسمها المؤهل العالي والكافيتيريا. ما فيش تزاحم اصلا على العمل، يعني اذا كان هو نازل بيشتغل شغل. يعني اذا انا شايف كده ان ازمه الياقات البيضاء اللي هي المؤهل العالي هي اللي تسبب في ازمه. انا خريج بكالوريوس ايه، انا خريج لصالح يا فندم. اصل انت بتتكلم في حق، ده حق مكتسب، يعني موضوع الوظيفه ده حق مكتسب. معنى يعني كلام حضرتك ان احنا في البيت ما نكملش دراسه؟ تمام نعم صح. طيب عموما دي وجهه نظرك احترمها يا استاذ حسن، شكرا جزيلا لاتصالك ومشاركتك معنا على الهواء مباشره استاذ حسن. وجهه تحترم الحقيقه طبعا، يعني انا اعلم تماما أنا ان كل شاب له الحق ان يعني يلقى وظيفه محترمه، لكن اذا كانت الازمه موجوده بالفعل فالحل ايه؟ هنقوله مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. تحدي ايه؟ تحدي التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع، قول لي مع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه؟ تحدي. وبقي السؤال مع حضراتكم بالاتصال الاستاذ ايمان والاستاذ حسن، الحقيقه اثار نقطه مهمه جدا. طب ايه اللي يخلي ويتردد عند كلام الاستاذ ايمان شاب متحمس في طاقه زي الاستاذ اسلام لا يعمل يعني في وظيفه ثانيه؟ ليه ما يعملش في مجاله؟ ده سؤال بطرحه للدكتور محمد مهران الخبير في الاقتصاد السياسي. فعلا هل هي مسؤوليه الدوله ان انا طالما مش محتاج هذا الشاب وخريج الجامعه ده سواء سياسه اقتصاد او هندسه او لكام سنه؟ طب الحل هنا ايه يا دكتور محمد؟ هل اوقف مثلا اقول له لا انت ما تعلمش لحد سنه عامه وشكرا، او دبلوم وشكرا، ولا اعمل الحل فيها؟ وانتوا طبعا خبراء اقتصاد يعني، اتفضل يا فندم. حضرتك طبعا ما ينفعش اقول له كده، بس يعني انا احاول اوجد له بديل او اوجد له العمل المناسب ليه. تمام صحيح. فبالتالي النهارده برضو يعني لازم اكتر من جهه تتضافر في ان هي في مواجهه هذا هذه الظاهره. فما ينفعش ان انا طبعا يعني ابحث عن الحل مباشره. يعني انا النهارده ما بتكلم او استاذ اسلام او اي حد اي شاب من الشباب يعني بيحاول يتكلم عن النقطه دي فبيقول انا عايز الحل دلوقتي مباشره، فمش الحل ما بيبقاش كده. يعني الحل بيبقى بيحتاج وقت، زي ما احنا يعني يعتبر الدوله بقى لها فتره طويله جدا ما كانتش تبحث عن حلول. زي ما قلت حضرتك قبل كده ان القطاع العام مثلا بقى له حوالي 20 سنه ما بيعينش، 15 سنه ما بيعينش. تمام، رغم ان في فتحت عينات، عايزين نكون منصفين، فتحت عينات الفتره اللي فاتت بالفعل في القطاع العام. بتكلم عن الفتره اللي القطاع العام في بعض القطاعات زي وزاره الاسكان، انا ما انساش قبل ذلك بالمناسبه، قبل ذلك ما كانش في تعيينات. وزاره الاسكان الشباب الرهيب يعني اللي كان بيتقدم من وزاره الاسكان مثلا على سبيل المثال. النهارده بدات يعني كلام حضرتك طبعا يعني معنى كده ان هي في بدايه التموين بالمناسبه. امبارح في اعلانات عن وزاره التموين وقبلها اعلانات اخرى في وزاره الصحه وكده، تعتبر يعني بدايه، تعتبر بدايه. تمام. واول الغيث قطر. تمام. فبالتالي يعني انا ما استعجلش النتائج، انما انا احاول ابحث عن الحلول واحاول ان انا يعني ايه اشوف يعني ايه يعني حلول غير تقليديه وغير. ما هو ده سؤال لحضرتك، ايه هي الحلول اللي هي يعني ما يعني ما وراء خارج الصندوق زي ما بيقول؟ تمام. وحضرتك كنت سالت سؤال قبل الاتصال الاخير، اتفضل، عن الفيديو اللي كنت حضرتك عرضته الشباب القهاوي. هو طبعا الشباب طبعا نسبه كبيره جدا منه
انا يعتبر بقى اهدر طاقته اللي ممكن يعني استغلها في المجتمع. النهارده لما بستثمر كدوله تمام الشباب ناحية التعليمية. طيب قدامنا في المقابل ادي شاب تاني او دي حاصل على مؤهل وشغال في كافيتيريا وده شاب طب تاني برضه شغال على ميكروباص. يعني في نماذج قصدي بدات يعني تشق سوق العمل وما اتطورش قال يا جماعه اهو خلاص بقى اشتغل في اي مجال وخلاص. ما هو انا بدل القعده لان الفراغ بالمناسبه قاتل. الفراغ يعني بيؤدي لمشاكل كتيره جدا كده. على الاقل هيخلي يسرق. نعم على الاقل هيخلي يسرق اللي هو الفراغ. مظبوط طبعا على الاقل يعني خلص. الشاب اللي قدامنا ده يعني نموذجين بالمناسبه قدامنا دول حاصلين على شهادات مؤهلات عاليه ما ولاش حاجه برضو يعني. تمام فالشغل احنا مشكلتنا برضو ما راحتش بعيدين بالفعل. بس هي موجوده. طيب بس هي موجوده في حياتنا. طب ماشي هو اشتغل اي حاجه عشان هو مش لاقي برضو بس هي موجوده في حياتنا. طب هنتخلص منها امتى؟ اصلا مش بتكلم عن نفسي برضو انا بتكلم عن فئه كبيره قوي فئه الشباب عموما. انا مش بتكلم عن نفسي هي فئه شباب. مش شايف استاذ اسلام بصراحه ان معظم الشباب النهارده عاوزين بدري يركب العربيه اللي هي مش بدري هو عايز يوري وجهه كبر ويشتغل تمليك ويلبس البدله والجرافطه. لا لا هو بيتخرج بيفكر في الشغل يعني مش اظن في حاله تمرد من الشباب الحقيقه الفتره. لا لا انا مش شايف كده على زويهم على والده وعلى والدته. انا عايز بالعكس هو عايز يتخرج عشان يشتغل. انت عملت ايه كشاب يعني؟ ما هو والله حضرتك حاجه انا لسه قايل لحضرتك من شويه ان هو الراجل ده بيتخرج يعني وبدايه في بدايه الطريق بقى ان هو عايز يشتغل عايز يشوف حاجه. ما هو طول عمره والده بيصرف عليه مؤسف الكلمه مؤسس دمه يعني اعمال ياخد مستني في اليوم. هل جربت بصراحه استاذ اسلام وانت طالب اثناء الكليه في الصيف ان انت تشتغل؟ ايوه جربت. اشتغلت فعلا؟ اشتغلت بس ما اشتغلتش برضه ما رحتش بعيد. انا عندي والدي ليه عمل خاص بيه فنزلت معاه. جميل. بس بقى برضه ما رحتش بعيد وبرضه مش مجالي بس برضه زي ما قلت زي الطلاب الناس اللي كانت جايه الناس المحترمه ديت المؤهلات واشتغلوا برضه نزلت عشان اشتغل. تمام. عشان برضه ما فيش. طيب. يعني هنرجع للنقطه برضه ان ما فيش وفي بطل. ناخد استاذ يسر على التليفون. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا وسهلا مرحبا. اخوك الشيخ يسر البدوي الداعيه الاسلامي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فضيله الشيخ يسر البدوي. اهلا وسهلا. مرحب بحضرتك ومرحب بضيوفك يا فندم. ده انا سعيد جدا بمداخله حضرتك الحقيقه واتمنى حضرتك يعني تقول لنا حل في الموضوع من وجهه نظر حتى اسلاميه يعني اقتصاد اسلامي يعني. اولا الله سبحانه وتعالى يقول وكل اعمالوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. نعم. ثانيا لن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. صحيح. وكان الصحابة تعلموا أنه إذا سئل عن الرجل وإذا كان بلا عمل سقط من نظرهم. نعم. وبعدين لما أراد النبي أن يسلم على رجل وكانت يده خشنة زي ما احنا بنقول كده بالبلد من الشغل ولم إيده فقال أن هذه يد يحبها الله ورسوله. صحيح. هذه قواعد تأسسنا عليها سواء كان مؤهل عالي أو متوسط أو بدون مؤهل. اي نعم الدولة اللي احنا فيها عدد سكانها كبير والاعباء عليها كتير جدا جدا. فانا النهاردة الاستاذ اسلام معذورني بيقول ان انا قعدت 16 سنة في التعليم وبعدين يمكن ادي سنة جيش يبقى 17 سنة فكان المفروض يكون لي حق او اتعين فانت دلوقتي غير متاح لي فهل نقعد لحد ما يجينا تعيين ننزل حظينا؟ لا ولكن نداء الى اصحاب رؤوس الاموال ورجال الاعمال في الدولة لإقامة المشاريع الاستثمارية وان هم يتبنوا الشباب اصحاب المؤهلات العليا اللي هم مش يعرفوا يشتغلوا في الفاعل زي اي حد. وفي مشكله ثانيه يا استاذ محمد مهران ان اصحاب المؤهلات المتوسطه خريج الصناعه وخريج التجاره وخريج الزراعه هم غير مؤهلين اساسا للعمل في السوق المصري. يعني النهارده ابني كان خريج دبلوم صناعه بقول له يا ابني بتعرف حاجه في الميكانيكا؟ قال لي الاستاذ قال لنا لو انا كل واحد فيكم فك صاموله يبقى الموتور باظ. يا ابني احنا بنتكلم نظري بس. فاصبح حتى خريج الدبلوم المتوسط مش عارف يصلح حاجه ولا يعمل حاجه. واحنا عشان كده كنا فرحنا لما جت مبارك كول والمدارس الالمانيه ان هم يعلمونا العمل ويعلمونا الحرف زي ما في بتوع سوريا جم اشتغلوا وبتوع الصين ما فيش بيت في الصين غير لما بيشتغل وجايين هنا يبيعوا ويشتروا والحريم ما بتتعطلش واحنا لسه بننتج حظنا بنقول اصل انا مؤهل عالي. ديك النهار من حوالي يوم توفى رجل في ميد غمر على ما اذكره اسمه صلاح عطيه مهندس. ذلك الرجل بدا مشروع في مجال الزراعه وعمل مفارق وعمل مزارع وبنى بيها معاهد والدوله كلها على اليوتيوب النهارده بيتكلموا فيه وبيشكروا فيه. رحمه الله عليه. صحيح. الاستاذ اسلام ابدا مشروع ولو صغير. أيوة. براس مال صغير ابدا مشروع عشان ربنا يبص لك ويبارك لك ويمكن انت بعد كده تشغل عندك مؤهلات عليا من اخوانك اللي هم ربنا فتح عليهم وتعلموا. مظبوط. معذره
لان انا اخذت من وقتكم، ولكن دي منظومه لازم لها اصلاح كبير. ونداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنى ابنائك اصحاب المؤهلات العليا ووسع لهم في مجال السوق عشان نستفيد بفكرهم، وربنا يوفقك ويحفظ دولتنا ومصر وسائر بلاد المسلمين. اشكرك فضل الشيخ يسري البدوي الداعيه الاسلامي على هذه الكلمات المهمه جدا. بس وما زال نجد الحلول استاذ اسلام. طيب. والدكتور محمد نريد ان نضع الحلول. تفضل. طيب انا عندي بس تعقيب على نقطتين كده. النقطه الاولانيه هو قال ان التعداد بيزيد وان مصر بتزيد، فمش هجيب مثل كبير بعيد قوي غير الصين. طب الصين ليه ما نسمعش عن بطال عنده؟ وهي دولة تفوقنا في التعداد بتقريبا ضعف الضعف. ليه ما نسمعش عن بطال عنده؟ لان عملوا حاجة علمية اسمها دايركت كونسيومينج، الاستهلاك المباشر. جميل. بدأ المواطن الصيني بدل ما يبقى حرف يو الاقتصاد، طبعا حضرتك استاذ اقتصاد، تمام، تمام. بدل ما يبقى حرف يو، لا تمام. هو بقى على طول من منتج للمستهلك، لدرجة بدأ يغزو الاسواق ومنها مصر. طب جميل مصر. جدا جميل. يعني لقوا حل. طب فين عندنا في مصر؟ ما هو الحل ليكم. أو اي حل. انت خبير الاقتصاد، اصبحت امامي الان خبير اقتصاد استاذ اسلام. جميل جدا. تمام جميل جدا. بس لماذا لم تضع حلول؟ لا مش انا بضع الحل، انا مش بيدي حاجه عشان اضع الحل. يا لا انت تضع حلول. يعني الحاجه سناء قالت هناك مشكله ذاتيه، انت وجدت الحلول في وجدت الطاقات الكامنه جواك وتخرجها في اي مجال عمل وممكن مشروع صغير. جميل جدا. انا قلت لك انا مش قاعد، انا قلت لك ان انا مش قاعد على فكره، قلت لك ان انا بنزل مع والدي. جميل. بنزل مع والدي. طب وبعدين واخرتها؟ طب بس انا بحب مجالي وعايز اشتغل فيه، ما كنتش دخلته من الاول. ما هي انا مشكلتنا هنا، انا لو من الاول ما كنتش عايز اشتغل في مجالي ما كنتش دخلت سياسه اقتصاد، ما انا كنت اكتفيت بشهاده الدبلوم، ان انا بعرف اقرا واكتب وخلاص. ربنا خلق السماء والارض في ست ايام. جميل جدا. كان ممكن في لحظه كن فيكون، عشان علمنا الدرس وهو ان نصبر وان احنا نعمل. هذه الوجوه اللي احنا شايفينها قدامنا، دكتور محمد الايادي العامله اللي قاعده على الاراضي، وهذه السيدات بالمناسبه اللي تعمل في البناء. يعني حضراتكم مثل يحتذى به، ما قالوش لا. وهنا نطالب بالتعويض عن البطاله بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور، ده الشباب بتوعنا المصري. طب وبعدين الحل فين؟ دكتور محمد الحقيقه وانت خبير اقتصادي، ما هي الحلول خارج الصندوق؟ انا ما زلت مصمم. هل الطابور الشباب اللي احنا شفناه اخر صوره دلوقتي نقف عشان نشوف الحكومه و